وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من مقر جامعة الدول العربية مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، هل لك أن تطلعنا على أبرز ما تم خلال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية؟ نعم ريهام، بعد التحية، يعني اليوم عقد الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية بتنسيق بين مصر والأردن وفلسطين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي بدأت تقريبا من أمس فجر أمس الثلاثاء وحتى اليوم. وأيضا كان هناك يعني كلمة للسفير محمد عرفي الرئيس الدورة الحالية وتصريحات منذ قليل لنا كوسائل الإعلام أكد فيها على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وبالطبع إدانة كل الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين ومطالبة أو التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في أن تكون له دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. أيضا أكد يعني سيادة السفير محمد عرفي على موقف مصر أنها يعني ضد التصعيدات داخل الأراضي الفلسطينية و يعني قدم كل العزاء للشعب الفلسطيني جراء يعني الاعتداءات الأخيرة التي أسفرت عما يقرب من 15 يعني شهيدا ومصابا داخل الأراضي الفلسطينية. أما مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك أكد على إدانة الجامعة ورفض كل الاعتداءات الإسرائيلية ووجه بضرورة وطالب المجتمع الدولي و أن يكون هناك قوات حفظ السلام لحماية الشعب الفلسطيني وأيضا ضرورة أن يكون هناك عقوبات واضحة لوقف هذه الاعتداءات. كما أكد أيضا على أن يعني يدعو كل الدول لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين أثناء الحروب والعدوان، وأكد أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدا وسيظل أيضا يدافع عن نفسه. وتوجه أيضا مندوب فلسطين للمجتمع الدولي ومجلس الأمن أكد أن مجلس الأمن سيعقد اجتماع اليوم لبحث هذه الاعتداءات الإسرائيلية مطالبا مجلس الأمن بالتدخل ووقف هذه الاعتداءات. كما أكد أنه أو طالب الدول بضرورة أن تقدم الدول أمام المحكمة الدولية مطالبة أو تؤكد بعدم شرعية الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، وطالب كل الدول بأن تقدم مرافعاتها للمحكمة الدولية جراء هذا الشأن. وهذه فرصة للدول كافة بأن توقف هذه الاعتداءات في فلسطين. وأيضا يعني أكد على دور الجامعة العربية وخلال المندوبين الدائمين اليوم لوقف هذه الاعتداءات من خلال هذا الاجتماع ووجود ضرورة وجود قوات حفظ سلام وضرورة وجود حماية دولية للشعب الفلسطيني. هذا أيضا يأتي بالتزامن مع إدانة مصر وأيضا وزارة الخارجية المصرية في بيان لها لهذه الانتهاكات مطالبة أيضا بوقفها وحق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وأيضا أن يكون له الدولة المستقلة. فهذه كل ما تم خلال الجلسة الافتتاحية اليوم. يتم أيضا عقد جلسة مغلقة أخرى لبحث مزيد من التطورات وأيضا القرارات التي من الممكن أن تخرج لدعم الشعب الفلسطيني جراء هذه الانتهاكات التي تمت منذ أمس. فكلمة هامة لمندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية وأيضا موقف مصر الثابت تجاه هذه القضية. الآن يعقد يعني اجتماع مغلق لمناقشة العديد من القرارات وأيضا بشأن هذه القضية لوقف هذه الانتهاكات فورا بالتزامن مع الاجتماع الذي سيعقده مجلس الأمن اليوم لبحث هذه الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين. أشكرك جزيل الشكر محمود جميل من مقر انعقاد الاجتماع الطارئ للجامعة العربية. شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوافية.